السلام عليكم، رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كده هنعمل وصفة لذيذة جدا، مفيش في حد فينا مش بيحبها، وكمان هتشرفك في أي عزومة وأول يوم رمضان لابد منها. والنهاردة هنعملها بطريقة سهلة ومكونات بسيطة، وهقولك سر التوريقة وحاجة كده زي العسل هتسد معاكي، وشكلها تحفة وكان الطعم أكيد أحلى كتير. تعالي بقى معايا داخل الفيديو عشان نعرف إحنا عملنا الجلاش باللحمة المورق ده إزاي. خليكي معايا. اول حاجه مكوناتي سهله جدا، اللي هي ايه بقى يا ام ريان؟ معايا نص كيلو كده من اللحمه، يعني اي نوع لحمه انت بتستخدميه، وعليه بصلايه كده كبيره او بصلتين كبار مبشورين، والفلفل الالوان بتاعي. طبعا التوابل هقول لك عليها داخل الفيديو. اهم حاجه كده يكون البصل كده قطع صغيره او على حسب ما تحبي. بعد كده بجيب الطاسه بتاعتي، ببدا احط فيها بدون اي مواد دهنيه، ببدا انزل فيها باللحمه بتاعتي. عايزه تحطي زبده سمنه براحتك خالص، بس انا بصراحه يعني اللي بحاول يعني اشيله من السمنه والدهون وكده بشيلها. هي الطاسه دي حلاوتها اللي هي التيفال طبعا، او السيراميك او الحاجات دي، اللي هي يعني بتخلي الحاجه كده بتتعمل بدون اي زيوت او دهون. تبتدي كده تفرديها في الطاسه بتاعتك، واهم حاجه تكوني معليه عليها النار. اول ما تبتدي كده تتشمع من تحت تبتدي تقلبيها. كل ده مش هياخد معاك ان شاء الله باذن الله اقل من 10 دقايق هتكوني محضره الوجبه بتاعتك. اول كده ما يبتدي تتشمع من تحت تبتدي تقلبي الناحيه الثانيه لحد ما كل اللحمه المفرومه بتاعتي تتشمع. هبدا بقى انزل بكميه البصل اللي عندي. عايزه تخلي كميه البصل قد اللحمة، عايزة تقللي تكتري، كل واحد على حسب ما يحب. المهم اللي هو البصل المبشور ده بصراحة بيبقى حلو جدا، اللي هو لما خلاص اللحمة بتخش في السوا مش هتلاقي فيه أصلا بصل. هبدأ أحط التوابل بتاعتي اللي هي إيه بقى، بابريكا، وأبدأ أحط عليها الفلفل طبعا، والثوم البودر، ومعاهم كمان البصل البودر. عايزه تزودي رشه جوز الطيب براحتك خالص، والملح طبعا ما ننساهوش. ابتدي بقى قلبي كل المكونات الحلوه دي، وشمي بقى احلى ريحه لحمه مفرومه كده متبله ومتعصجه، حاجه كده زي العسل. هتنفعك برده في حاجات كتير، للمكرونه البشاميل، للسمبوسه، لاي حاجه. المهم يعني هي طريقتها سهله ومكوناتها بسيطه. بعد كده ايه، خلاص خدت لها غلوه، وبعد كده ابدا انزل عليها بالفلفل اللي عندي. عايزه تشيلي لون تحطي لون براحتك خالص، بس كل حاجة يعني كل لون من الألوان دي ليها قيمة غذائية. أبدأ بقى إيه، أسيبها كده هدي عليها النار، وأبدأ أسيبها تستوي لمدة كده يعني 10 دقايق. خلاص هي كده استوت وبقت زي الفل. بعد كده بقى إيه، أسيبها تبرد خالص عشان أنا هبتدي أزود فيها شوية جبنات، أي نوع جبنة أنت بتحبيه. أنا النهاردة كده كان عندي الجبنة اللي هو الرومي، عايزة تحطي موزاريلا، عايزة تحطي شيدر، كل واحد على حسب ما يحب. ده اختيارية طبعا. إحنا هنبتدي بقى ندلع الجلاش بتاعنا والحشوة بتاعتنا زي ما تحبي. عايزة تسيبيها كده باللحمة المفرومة بس، مفيش مشاكل. ابتديت احط عليه شويه كده زيتون مشكلين، وابتديت اقلب الخلطه الحلوه دي. بعد كده بقى بتجيبي الصينيه بتاعتك او الطاجن او البايركس، شوفي انت هتعملي بايه. وبحط طبقتين بصراحه، اي نوع جلاش طبعا انت بتستخدميه، كل بين كل طبقتين والتانيه كده دهنه من الزبده. انا مسيحه كده بصراحه سمنه، حته سمنه فلاحي كده حلوه تستاهل بقكم، هتديها طعم اروع اكيد. عايزه تحطي بين كل طبقه والتانيه براحتك خالص، بس انا بصراحه بحط كل طبقتين. ابتدي احط كام طبقه كده من تحت، يعني حوالي كده 8 طبقات، يعني زي ما قلت لك كده انا بحط طبقتين، فهتحطي 4 مرات. تمام، عادي لو الجلاش مقطوع معاكي مش هيقول لك لا خالص، يعني هو كله كده متدارى جوه، فعادي خالص لو هو مقطوع معاكي متكسر ابتدي حطي زي يعني حاجه سهله، يعني ان شاء الله باذن الله الست الشاطره يعني مش عايزه اقول المثل المصري. بعد كده بقى حطيت الطبقات بتاعتنا، وابدا انزل عليها بقى باللحمه المفرومه بتاعتي كده جبنه. عايزه تحطي زي ما قلت لك جبنه موزاريلا براحتك خالص. دلعي كده الصينيه بتاعتك بحيث كده ايه اللي كل واحد كده ايه ياكل ويتمزج يعني. بعد كده ابتدي بقى احطي ايه عليها طبقات ثانيه من الجلاش. انا بحط طبقتين، الطبقات الاخيره دي يعني احط 3 4 طبقات كده، وبين كل طبقتين والثانيه او طبقه والثانيه دهنه كده من السمنه او الزبده. المهم يعني ايه، خلصي كل النعكشه اللي بره دي، ابتدي دخليها جوه في الصينيه عشان تبتدي بقى تفنشي الصينيه بتاعتك او الطاجن بتاعك بشكل حلو، بين كل برضو ايه طبقه والتانيه يعني شويه كده من الزبده.
طبعا الشكل النهائي كده يعني مش مستحب خالص، احنا مش ناسين الكلام ده يعني اكيد يعني هندوه. تمام، ابتديت بقى اجيب جلاشة كبيرة بقى وابتدي دي بقى احطها فوق الوش، ابتدي كشكشيها كده من النص، وبعد كده الزوايد اللي هي بره دي بطرف السكينة واقطعيها. جيش قالك اتصرف يعني، المهم يعني احنا ستات بيوت شطار وهنعمل ان شاء الله احلى سفرة رمضانية، وكل سنة وانتم طيبين يا رب ومن ربنا قريبين، والسنة الجاية ان شاء الله تكونوا عند النبي متجمعين. يلا بسرعة انت وهي قولوا امين. المهم الطبقة الاخيرة دي بقى ابتديت ادهنها كده دهنة من الزيت، اهم حاجة يكون يخش على فرن سخن درجة حرارة 150، وتبتدي تقطع الجلاش بتاعك قبل ما يخش الفرن. التقطيع اللي انت حباها، مربعات، مثلثات، سمبوس، اي حاجة، كل واحدة على حسب ما يحب. طبعا انا لفة الجلاش دي كفت 2 طاجن، عملت كده طاجن، ودي كان بصراحة ايه المتكسر معايا، قلت لا ارميه لا ما يرضينيش. طبعا ابتديت برضو اعمل الطاجن الصغنطوط ده، او هي كانت طاسة بصراحة يعني، وكان فيها كده شوية اهو الجلاش زي ما انتوا شايفين كده بعافية، المقطوع واللي متكسر وكده، بس عادي كله عنده وزة ما قلت لكم. ابتدي بقى ايه حطي المكسر على السليم على كل كل كله، المهم اللي انت تخلي طبقه كده في الاخر اللي انت ايه تداري بيها كل ده، يعني خلي احسن ورقه جلاش هي الاخيره. ابتدي بقى طبقي كده ودخلي كل الجلاش اللي هو في الحروف دي، وزي ما قلت لك بين كل طبقه والتانيه دهنه من الزيت، هيطلع معاكي مورق وجميل من السمنه قصدي معلش، هيطلع معاكي مورق وجميل وحاجه كده زي العسل، وان شاء الله احلى طريقه جلاش ممكن تعمليها على سفر رمضان. ابتدي بقى دخليها على درجه حراره 150، اول ما تلاقيها كده يعني خدت لها تشميعه كده من تحت هبدا اطلع بقى ايه اسقيها، ده اللي هو ايه ده بقى الخليط بتاعي، كوبايه كده كبيره من اللبن عليها البيضايه بتاعتي ورشه من اللهم صل على النبي الفلفل، وكنت حاطه معاها كده معلقه برضو من البيكنج باودر بس مش عارفه المعلقه دي راحت فين. المهم كده ايه تاخد لها يا دوب تشميعه من تحت، ابتدي طلعيها واسقيها بالخليط اللي احنا قلنا عليه، البيض واللبن والملح طبعا ما ننساهوش والبيكنج باودر والفلفل. دخليها بقى تاني الفرن، واول ما تلاقيها كده اتشمعت كده من تحت وخدت لها لون حلو تبتدي تفتحي عليها الشوايه، هتطلع بقى باللون الجميل ده والشكل الخطير ده بصراحه كده. قدمي حاجتك بقى ايه وانت مطمنه بقلب جامد، هتقدمي احلى جلاش ممكن تاكليه. بصوا بقى يعني ده انا ما قطعتهوش او عملت له تشكيله قبل ما يخش، انا سبته كده يتقدم بقى بالشكل اللي انت عايزاه مع شويه مخلل مع سفرات رمضان زي ما قلت لكم كده، يعني ابهري ضيوفك. هبدا بقى اقطع حته كده يعني، شوفوا بقى التوريقه اللي جوه وعدد الطبقات وطري ومقرمش يعني كله ميكس كده في بعضه. طري ومقرمش، وبرده هبدا بقى ايه الصينيه الثانيه برده طلعت، وهبتدي بقى امشي على الخطوط اللي انت كنت عاملاها اللي هي التقطيع، ونبدا بقى ناخد حته منه كده، وبالف هنا وشفا على قلوبكم كلكم. ان شاء الله تجربوا طريقه الجلاش دي على سفره رمضان وتدعوا لي باذن الله، يعني ما احلى احلى جلاش ما فيش حد فينا مش بيحبه. ان شاء الله تجربي الطريقه بتاعتي وتدعي لي. في نهايه الفيديو بقى انا مستنيه تعليقاتكم، مستنيه ان شاء الله لايكات كتير، وان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد واكلات رمضان جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.